بداية توج نائب البطل الأولمبي توفيق مخلوفي بلقب أحسن رياضي لسنة 2016 نظير تتويجه بميداليتين أولمبيتين بريو، فيما عاد لقب أحسن رياضية لكل من السباحة أمال مليح وأمينة روبا. أما بالنسبة للفرق، كان اللقب من نصيب مولودية بجاية لكرة القدم رجال والمجمع البترولي النصفي لكرة السلة. ولدى ذوي الاحتياجات الخاصة فازت كل من نسيم الصيفي وعبد اللطيف بقى بجائزة أحسن رياضي ورياضية للسنة الماضية. الحفل التكريمي شهد غياب وزير الشباب والرياضة الهادي والدعلي وممثلي الوزارة، كما عرف مقاطعة التلفزيون الجزائري الذي اعتاد نقل الحفل على المباشر في كل طبعة. خولة منصوري كانت حاضرة ورصدت التالي. طبعا أعينكم وتدريجيا سنخرج الرياضة، تفضلي سيدي. أكيد عندها 16 سنة. الحمد لله، هذا شرف لي وتحفيز لي كذلك اني نفوز بهذا اللقب. يعني مش بشيء سهل انك تفوز باللقب كاحسن رياضي في للسنه، ما بين يعني نخبه كبيره من الرياضيين الكبار في الجزائر. الحمد لله وفقني ربي وفزت بهذا الجائزة. السلام عليكم. نو جو مي اتوندي فريمون با دي تو. ابري جي فريمون ترافايي تري دور سي ديرنيير زاني. دونك الحمد لله aujourd'hui on récompense mon travail. Je suis vraiment très contente. والله حقيقة كنت نستنى نتكرم كأحسن رياضية العام 2016، لأنه كان عندي ميداليتين، ميدالية ذهبية وميدالية فضية، وأكيد فرحة كبيرة أنك تتخيري بين كامل الرياضيين تكوني كأحسن رياضية. واش نقول لك، حنايا سي ان اونور بور نو داتر كوميم اونوري بار لو كوميتي اولمبيك الجيريان اي بار مسيو بيراح. جو بونس كو سي اون جوست ريكومبونس بور لي زيفور. الميريت روفيان جوار. نقدر نقول باللي اليوم كان حفل كريم وحفل الرياضه، كل من استهل هذا التتويج كانوا كاع حاضرين. انا نهنيهم بالمناسبه ونقول باللي هذا الشيء كامل اللي راه في الانتاج هذا من فضل التنسيق اللي راه ما بين الحركة الأولمبية والرياضية الجزائرية والحكومة.